خلينا نروح نشوف اخبار بغداد، لانه عارف اليوم وضع امني مرتبك واوضاع مختلفه في بغداد مع مراسلتنا هند. مرحبا هند. صباح الخير زينة. صباح الخير هند، يعني اخبار بغداد اليوم؟ طبعا للاسف اليوم بغداد تضحك على ذوي انفجارات، العديد من الانفجارات في عديد من المناطق، على راسها الكاظميه والشعله وبغداد جديده. نعم. او الكثير الكثير من مناطق بغداد للاسف اليوم تضحك على ذوي انفجارات، وعلى يعني كثير من المواطنين استشهدوا. يعني الثامن الانفجاري، يعني يوم رابع يوم امتحانات الدور الثاني للطلاب. نعم. السادس والثالث، حركة الشوارع يعني كانت مكتظة، ازدحامات، اختناقات مرورية، وأكثر الانفجارات طبعا بعد الازدحام وانتشرة السيطرات والعمليات التفتيش. المواطن كل ما كان يتساءل، يعني حسب ما شفنا انه كيف حتى في الانفجارات بالذات مع التهديدات الامنيه والتفتيش وانتشار السيطرات وانتشار القوات الامنيه بكافه اشكالها في 10 ايام الماضيه، اضافه الى انه المواطن يدخل ويخرج منطقته على بطاقه السكن، اضافه الى انه رجع توقيت منع التجول الساعه 12 بالليل، يعني بعد 12 بالليل حتى اللي خارج من منطقته حتى اذا عنده ورق طارئ ما يقدر يرجع لمنطقته. ردة الافعال المواطنين انه تساؤل كالمعتاد شلون صارت الانفجارات، اضافه الى انه كثير من العوائل اليوم نكبت للاسف. نقول الرحمه لشهدائنا اللي راحوا اليوم، المناطق حاليا يعني تقطعت كل منطقه منطقتها، كثير من الجسور والشوارع الرئيسيه مغلقت بسبب الانفجارات اللي حدثت، اضافه الى انه اعلان طوارئ في بغداد يعني مع الفعاليات في حركه المواطنين الان. نعم، يعني وضع مرتبك في بغداد بدت يعني تكون شبه خاليه من حركه المواطنين. اكيد اكيد اكيد، يعني هو انفجار واحد يؤدي الى ارتباك الوضع بعد، مو سلسله انفجارات. يعني هند شكرا جزيلا لك، يعني حتى ما نقدر نسالك بقيه الاسئله عن وضع بغداد لانه الوضع الامني يسيطر بشكل كبير على كل الاوضاع، لكن نتمنى من اهل المدينه دائما انه بعد الانفجارات يعني هناك عدد كبير من الجرحى، فيا ريت انه كل واحد يستطيع يكون قريب من اقرب مستشفى له، يروح يتبرع بالدم حتى نحاول ننقذ، لانه احنا نعرف بالايام العاديه احنا محتاجين دائما الى متبرعين بالدم. فنناشد من أهل المدينة ومن كافة الأهالي أقرب مستشفى، أي واحد أي شخص يستطيع أن يتبرع بالدم حتى ننقذ الجرحى، وسلامة للجميع إن شاء الله. وكونوا حذرين، يعني قد ما واحد يقدر يقول، يعني ما بدنا غير أنه الدعاء، ونقول أنه كونوا حذرين لأي سيارة لأي حالة غريبة، والله يسلم بغداد وأهل بغداد وكل الأهالي، لأن احنا نعرف أنه أكو مدن تعاني من ارتباك أمني كبير. نتمنى من قواتنا يكونون أكثر وعياً، أكثر حرصا على الوضع العام، وسلامات الجميع، والله يرحم شهدائنا. يعني للاسف اكيد الصبر لاهلهم نسمع إن شاء الله. يعني دائما اخبار بغداد مؤلمه جدا، ان شاء الله نسمع بالايام الجايه انفراجات وضع مختلف بعون الله. طيب. ان شاء الله. اذا نحب نذكر بصفحات التواصل الاجتماعي من خلالها تتواصلون ويا اهل المدينه، او صفحتنا هي على الفيسبوك، هاي صفحتنا بدات تظهر، وصفحتنا على تويتر.